السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع قسنطينة لنقف على الأشغال تاع المحول الذي يقع ما بين الخروب، مدينة الخروب وقسنطينة، واللي الأشغال يعني وضع حيز الخدمة في هذا الأسبوع وتم تدشينه من طرف وزير الأشغال العمومية سيد رخروخ. إذن ونشوف نروح نشوف الحالة، يعني الوضعية تاع هذا النفق هنا عندنا المدينة تاع الخروب، وهنا نشوف النفق هنا، هذا هو اللي تم تدشينه اليوم. الصور هذه تعود إلى 3 أشهر، يعني قديمة شوية. هنا الأشغال كانت مازال ما انتهتش، وعندنا ونشوف هنا لا ديفياسيون، الانحراف تاع الطريق، وكذلك نلاحظ الاكتظاظ نتاع المركبات يعني اكتظاظ المرور، حركة المرور بسبب النقطة السوداء اللي كانت هنا نقطة سوداء، والآن أصبحت هذا الاكتظاظ أصبح بسبب الأشغال اللي راه انتهت. على كل حال تاع النفق هذايا، يعني النفق الأرضي التريمي الذي تم تدشينه ووضعه حيز الخدمة هذا الأسبوع من طرف وزير الأشغال العمومية. وأترككم تتابعون الفيديو عن هذا المشروع وعن تدشين هذا النفق الأرضي الضخم كبير، يعني من حجم كبير، ليربط مدينة الخروب باتجاه مدينة قسنطينة على امتداد يعني حوالي يعني على بعد حوالي 19 كيلومترات هنا قسنطينة. إذا تابعوا تفاصيل زيارة وزير الشغل العمومية إلى المشروع نتاع نفق الخروب. النفق الأرضي الرابط بين مدينة الخروب وقسنطينة، والذي أنجز حديثا للقضاء على الاختناق المروري، والذي يعد الشريان الحيوي للحركة المرورية الرابط بين ولايات الشرق والجنوب الشرقي بالولايات الشمالية عبر مدينة قسنطينة، دخل حيز الخدمة رسميا اليوم، وما كان يعرف بالنقطة السوداء المسببة للاختناق المروري أصبحت من الماضي.